راح كله بحقول غازية. ما يخلينا ما عند غير ولد الخائبة ما نحن شنو أنا. بس انت هم مرت العراق كله. نعم. من كنت وزير. نعم. مو انت اللي جبت المحطات الغازية وما عندنا غاز وهسه تجي تسوي 40,000 زين على قولة هذا أبو خد مشمشة سواها ومشى. أيوه. مو انت ورطتني. والله هذه هاي مشكلة يعني ما أخفيك أستاذ نجم يعني كنت أتوقع تسألني هذا السؤال يعني ليش؟ لأنه أبو حتى البقال مع احترامي المقامك يعني أي. يقول لك والله لا ليش جايبيننا محطات الشغلة غاز وإحنا ما عندنا غاز أي. يا أخواني رئيس الوزراء الحالي يعني نطق الحقيقة قال نحن دولة غازية وسوف نصدر الغاز يا أستاذ فقط عندنا بالأنبار بالمنطقة الغربية بيها غاز الآن إذا يطلعوه يكفي العراق مصدر ضعف ما نستهلك هاي معروفة بس, بس, بس أرجوك يعني أنا المشكلة هذا السؤال ليش أنا ما عندي غاز عندي غاز زين أنت من تروح البصرة س س س أكو مثل ما المقام ما أقدر أقوله هنا إذا أنت تروح البصرة ما تشوف هاي الشعلة شنو هاي الشعلة ما تقول يا أبا هذه شنو الشعلة هذه شنو حريجية لو 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 تبذير لو 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 شنو بده يحرق بالمحطات بال بال بالآبار الجنوبية فقط ضعف ما نستورده من إيران واضح استاذ خبصانة إيران سدت الغاز علينا إذا أنت بده تبذر وما عندك همة على نفسك وعلى بلدك أن هذا الغاز المصاحب تحرق به صار لك 20 سنة ضميرك ما يوجعك يعني أنا لو مسوي لو مسويتها وزارة الكهرباء والله لي يحرقون الدنيا علينا بس ما أدري شنو عندهم سحر ما يخلون العالم تحكي علي أهل البصرة النواب البصرة يوميا يروحون يجون ملوثين المنطقة روح شوف داير ما يدور المنطقة تلقى السودة من آثار الاحتراق الغاز المصاحب انت ما عندهم أنت قبل قبل ما تستورد حكيت ويا الولد قلت لهم أنا راح أجيب محطات غازية تطلني غاز أحسنت ويا من حكيت مع الوزير ما يا أبك تجاه وزير النفط كريم العابي كان اتفاق بيناتنا أستاذ ايه؟ إحنا راح نستورد المحطة الفلانية نخليها بالمحافظة الفلانية قال لك يمي أكو اتفاقات مبرمة بين وزارتين مو حكي مو ضرب عدوش لا ورق موجود قال لي نعم نهاية 2013 سوف كل الغاز المصاحب احاول الى غاز حر حلو ها ويجيك لمحطاتك هذه استاذي عندنا المشكله انا اتالم اعطيك مثل محطه المنصوريه قعدنا انا ووزاره النفط طبعا الوكلاء ويا الوكلاء فقال يا احنا بنسوي محطه المنصوريه 750 ميجا وات عندكم من قال عندنا بصفه حقل المنصوريه الغازي حقل ينتج غاز حر يكفينا قال لا شنو يكفي يكفيك ويجي ينطي بغداد يكفيها هذا يا الحكي عليك وزارة النفط السيد الوزير استاذ مكتشفة من 2003 مكتشفة وتروح عليه شوف البواري مال الغاز طالعة فوق القاع يعني على قولته انا بس تجيب الصندة تربطها بالكاع حط الصندة بس اتحليت بعض الإجراءات اي فاللي صار انا حلتها الى شركة فرنسية ألستوم وهم حالوا الحقل الى شركة كويتية تركية يعني على اساس ينجزوها هم بنفس يتزامنون احنا بلشنا وكل ما حصلها بس انه يركض انا خلصتها اضحك على ربعي البوري بعد نفس البوري ولا اكو كرفان محطين 3 سنوات ما خلوا كرفان زين الشركه الفرنسيه قالت اسمحوا لي اني استخدم البوري هذا وبست اشهر اخذ الغاز واشغل بيه المحطه زين ناقشت بي مجلس الوزراء يا وزير النفط اني المحطة الآن جاهزة وقاعدة والرجال يريد بس غاز يريد بس غاز فالشركة متعهدة أن تسوي يطلع هذا الغاز ومو تقول يكتشفه موجود بالبوري ياخذه ويحليه ويغذي المحطة قال لا هاي مسؤوليتنا احنا يابا لا ترحم ولا تخلي رحمة الله تنزل معالي وزير النفط طبعا اعترض مجلس الوزراء قال لا هذا ما أسمح به هذا ضمن مسؤوليتنا احنا نطلع الغاز يا بخير إن شاء الله وظلت نايمة المحطة زين أنت بداية حديثك قال الدولة الرئيس المالكي كان متعاون نعم. زين ليش ما كان متعاون بقضية هذا وقال له الكهرباء الوزير النفط وتحل القضية ليش ما حل قضية الغاز في وقتها مع وزير النفط
هذا شوف استاذ، يعني اكو امور تدار في مجلس الوزراء ليست الاعلام، صدقني. يعني مر المرات صار كلام خشن من أنا زعلت، وصار عندنا بيناتنا فد صوت عالي داخل مجلس الوزراء. انت وزير النفط؟ انا وزير النفط، والوزراء كلهم يشاهدون حاله. فصار هذا، فوزير النفط زعل وما ادري ايش، فالمالك قال له اقعد، اذا كلام وزير الكهرباء صحيح انا اقول لك اطلع. واضح؟ فلهذا نصل الى مستويات، فالرجال هم ما تحاسبه. عم يصلح الغاز مالك انت ونطيه غاز، يعني يعاندنا. بالاخير كلام الوزير مش على مجلس الوزراء وعلى الرئيس. اذا وزير مع احترامي مو ما اقول لك غير هميم، ما يريد ينفذها باي شكل، ما اعرف يعني شنو اللي براسه، شنو الغايه، همه ما عنده، هو ما يريد يسوي، عنده مجال اخر ده يفكر بيه افضل. ليش فرض على الحكومه هذا؟ يا اللي بظهره. لا استاذ والله انا ما اريد اطعن بظهره. هسه شنو تطعن؟ انا اريد حقيقه. أنا اريد حقيقه للتاريخ. الحقيقه للتاريخ انت شوفها بالشارع، ابد ترى مو قبيه. انت من تروح بالبصره بالقطار او بالسياره، شوف اللهب بالناصريه الى ان تصل البصره. ليش رئيس الوزراء ما حال كريم العيب للتحقيق؟ والله ما ادري، هذا قرار هم، لان انا اريد غاز او اريد وقود. إيه غير العالم. الوقود بصفك يا اخي، يا استاذ الوقود بصفك استاذي، والكاك بصفك إيه؟ والغاز منتج، بس يسوي له تحليه ويطونه للمحطه إيه؟ والوزير ما يرضى. هسه اريد لواحد يعطينا عنوان شنو معنى هذا، او تتعارك برئاسه الوزراء والوزير قاعد النوب زعلان، بس فسر لي اياها والحكومه ساكته عليه. وزير يمشي كلامه على الحكومه، شو يسمونه هاي؟ لا انا شوف استاذي، انا قلت لك اياها منصفا، كان المالكي صارم بقراراته، يقول له بكذا وكذا امور يعني ما ارد نعلنها يعني، فكان معايا مساندنا. الرجال يقول لك يابا انت سورته، جاب محطات، هذا البوري ليش ما طلعه، هذا الغاز المصاحب ليش ما تقطعه، يعني هم الرجال دي حاسبه، بس يعني تعرف يعني ارادات معينه يعني ما انت. ونفس الحج ترى مع حق العكاز نفس الشيء، ترى حق العكاز يغذي لك ب 2000 ميجا واط، ترى العلم. ايش قد عندنا غاز بالعراق حجم التوتال؟ عندك رقم استاذ حجم الغاز بالعراق؟ عندك بس بالانبار الان هسه العراق تسلسل 11 بالعالم بالغاز. بالغاز اللي المكتشف فقط؟ طبعا المكتشف. لا استاذي، اللي الدوله الغازيه شلون يعرفوا غازيه؟ من خلال خزين استراتيجي مالها تحت الارض. اي اليوم من مصادر من داخل وزاره النفط في المنطقة الغربية، هناك عدة حقول تنتج من الغاز، يضاهي قطر، يضاهي إنتاج قطر ويكفيك إنتاج العراق كمحطات كهربائية. ولكن المشكلة الغاز، تعرف العالم كلها هاي المشاكل، العالم كلها حرب على الغاز، فما يريد يخلونا نطلع الغازات مالتنا البرمادي ها، والمحطات مال المنصورية وبالكوت. عندنا استاذ العراق كله بيه حقول غازيه، ما يخلينا، ما غير ولد الخايبه، ما احنا شنو احنا شنو يعني؟ يعني انت دا اقول لك العراق ما بيه غاز، العراق ينتج غاز يكفي المحطات ويصدر. يقول انا اعرف معلومه انه الغاز حتى في اقليم كردستان يساوي 2% من الغاز العالمي. العراق بيه بركه بس رب العالمين عرف بها استاذ، ولكن تريد زلم ورجال تطلع الخير من باطل الارض. استاذي اكو تقارير عالميه تقول العراق يضاهي قطر ويوازي روسيا بانتاج الغاز. شنو الحكي هذا؟ مو مني، تقارير عالميه تقول. ماكو زلم. العفو استاذ، بقصد يعني يبادلها همه حتى نطلع الغازات من جوا. عمي انا الجماعه الاخوه الحراميه بيناتنا، الله تعال نعقد اتفاقيه، الفلوس اللي تجينا من الغاز ومن النفط اتفاقية 25% للأخوة الحرامية و 75% لنا الشعب. عمي 50% لكم و 50% لنا، حتى نخلص من هاي الطرقعة مالت البوق.